ما زلنا في أسبوع الآلام وحديث اليوم عن تطهير الهيكل. تعتبر حادثة تطهير الهيكل الحد الفاصل والقرار الحاسم، اتصمموا أن يتخلصوا من يسوع بسبب الحسد، لأن الجموع كانت تتبعه ولأن المسيح فضح دوافع رؤساء الدين ودمر البزنس في الهيكل بسبب الفساد والظلم اللي مارسوه. الهيكل يعتبر الرمز في حياة كل يهودي، فهو مركز العبادة والذبائح والأعياد، لكن المسيح هاجم كل تزييف وكل دوافع خاطئة وكل استغلال باسم الدين. كانت سمعة قيافة رئيس الكهنة وعائلته سيئة جدا، فتخيل معي، كان يأتي اليهود من كل مكان ومعهم الذبيحة، فعندما يصل إلى أورشليم ترفض ذبيحته بحجة إنه فيها عورة أو عيب، فيضطر أن يشتري ذبيحة بأسعار خيالية باهظة، وطبعا تصريف العملات الأجنبية إلى الشاقل اليهودي في الهيكل كانت بأسعار مبالغ فيها، عدا عن خيام الباعة وكل أنواع التجارة في دار الأمم الذين يخافوا الله وجاءوا ليطلبوا الإله الواحد إله إسرائيل، فيتعثرون مما يشاهدونه في الهيكل. من هنا نرى عدالة المسيح وغيرته لله، نرى قداسة المسيح، لم يحتمل شر وفساد التجارة والاستغلال في الربح القبيح، سماهم لصوص، أظهر سلطانه ودينونته وغضبه البار والمقدس، أظهر غضب الله بطرد الباعة والصيارفة، وطهر الهيكل من كل نجاسة، لأن هذه الأرباح كانت تذهب إلى عائلة قيافة رئيس الكهنة، مما يدل على الفساد الكهنوتي والديني. أراد المسيح أن يطهر العبادة المزيفة والباطلة، إذ قال: بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فالهيكل بيته وهو رب الهيكل، وهذه الحادثة تنبأ عنها النبي ملاخي في الإصحاح الثالث. دار الأمم هي مكان للصلاة لكل المغتربين والأجانب الذين جاءوا يطلبون إله إسرائيل، الذين عندهم مخافة الرب. حادثة تطهير الهيكل أظهرت سلطان ولاهوت المسيح، وأنه المسيح المنتظر المنتصر الذي تمم النبوات. كان لابد أن يعمل المسيح هذا العمل، فدخول الظافر إلى أورشليم وتطهير الهيكل جعل رؤساء الدين يطلبون كيف يهلكوه. وهذه الحادثة كانت في ترتيب وبرنامج مخطط الله في أيام الفصح، لكي يكون المسيح فصحنا وحمل الله الذي سيرفع خطية العالم. ظن رؤساء اليهود أن القضاء على يسوع المسيح سينهي الحركة الجديدة من التلاميذ، ولكن حصل العكس. المسيحية انتشرت بقوة بعد قيامة المسيح من الأموات، وامتلأوا من الروح القدس. ماذا عنك؟ هل توجد أي نجاسة في حياتك تحتاج إلى تطهير؟ مكتوب: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يمكنك أن تصلي بكلمات بسيطة: يا رب ارحمني، اغسلني بدمك الكريم، طهرني من كل إثم، وأدعوك الآن لكي تكون مخلصي وسيدي ربي وملكي.